العربية رابح ماجر الذي شارك في بطولتين لكأس العالم عامي 82 و86، كما أنه أول لاعب عربي يفوز بكأس دوري الأبطال الأوروبي مع فريق بورتو البرتغالي عام 87 عندما أحرز هدفاً بالكعب في شباك العملاق البافاري بايرن ميونخ، ولا يزال هذا الهدف عالقاً في ذاكرة عشاق هذه اللعبة. رابح ماجر بكعبه الذهبي موجود معنا في هذا الاستوديو. رابح صباح الخير. صباح النور. صباح الخير، اهلا وسهلا بك. أهلا بك. أهلا بك. الصباح يعني طبعا نتحدث عن غني عن التعريف اكيد مسيرتك مشوارك المهني برز من خلال هذا الهدف على وجه الخصوص، يعني اهدافك كثيره وهذا الهدف هو الذي ظل عالقا بالذاكره، حدثنا عنه كبدايه. على كل حال الهدف ليس جاده بالكعب، يعني يبقى في التاريخ، والدليل احنا اليوم نتكلم على هذا الهدف. يعني جت مفاجأة كبيرة جدا، وخاصة في نهائي تشامبيونز ليج امام العملاق البافاري البايرن ميونخ، والفريق اتلتيكو بورتو يلعب لاول مره نهائي تشامبيونز ليج. يعني بكل صراحه كنا خايفين، لان البايرن خبره كبيره جدا وسبق وان فاز اكثر من مره بالتشامبيونز ليج، ولكن في الميدان كان كلام اخر. والحمد لله اراده كل اللاعبين البرتغاليين اللي كانوا موجودين في الميدان وانا معاهم، الحمد لله يعني لعبنا مباراه كبيره جدا، خاصه في الشوط الثاني، لان رجعت الثقه خاصه لما عادلت النتيجه بهدف مقابل الهدف، والهدف اللي سجلته بالكعب يعني زادت عطني أكثر قوة. صحيح. وأكثر قوة نفسية أيضا في الميدان، وينس أيضا أعطيت كرة ممتازة لجواري ليسجل الهدف الثاني. بعد ذلك خلاص انتهى الأمر، وكانت فرحة كبيرة يعني، وفرحة كبيرة لي أنا كعربي وجزائري نفوز لأول مرة بهذا الكأس، تشامبيونز ليج لأول مرة، لكن كان هناك إنجازات سبقت ذلك. نعم. بكثير. نعم. 82 ضد ألمانيا، الفريق الألماني، الهدف الذي حققته أول هدف ضد ألمانيا، وكان ثم الأخضر بلومي الهدف. نعم. الثاني تحت المباراة 2-1، وبالتالي كانت الصدمة الألمانية أمام هذا الفوز للجزائر في أول مشاركة لها في بطولة كأس العالم. نعم. ثالثها طبعا في العام 86. نعم. حدثنا عن هذه المشاركة، مشاركة الجزائر لأول مرة في كأس العالم، ما الذي أحدثته كمشوار كروي جزائر؟ يعني بكل صراحة نقول يعني التحضير كان ممتاز جدا. قبل كأس العالم لعبنا مباريات ودية أمام منتخبات وأندية كبيرة جدا، والحمد لله أعتقد أعطتنا دفع كبير لهذه المباراة أمام ألمانيا، خاصة المباراة الودية كما قلت. حصلنا أمام منتخب الألماني في 82 كما حصلنا مع بورتو في 87، كنا خايفين من المنتخب الألماني، لأن المنتخب الألماني واللاعبين المميزين اللي كانوا في هذاك الوقت كنا نشوفهم إلا في التلفزيون، ريمينيغي، ليتبارسكي، روباش، بريغل، يعني ويوم الأيام أصبحنا في الميدان أمام هاد اللاعبين ساحة المعركة. يعطيك الصحة. احنا لما دخلنا في الميدان خايفين من المباراة بكل صراحة، ولكن بدأت المباراة 10 دقائق 15 دقيقة 20 دقيقة رجعت الثقة للاعبين بتاعنا، وخاصة لما سجلت الهدف الأول يعني زاد أعطانا دفع كبير وأيضا شجاعة كبيرة أيضا في الميدان مع كل اللاعبين. وحتى لو ريمينيغي عادل النتيجة شفنا يعني في الهدف الثاني كيف تقريبا 8 باصات وسجلنا الهدف الثاني من اللاعب بلومي. يعني بعد ذلك عرفنا كيف نتفاوض مع هذه المباراة، ما عطينا أي تشانس أو أي فرصة للاعبين الألمان لكي يرجعوا للتهديف أو يعادلون النتيجة وحتى يفوزوا من المباراة، لكن الحمد لله يعني فوز كان مستحق. لكن حسابات الفرق المنتخبات ضد الجزائر ربما أخرجته من التقدم إلى الدور الثاني للأسف، وهذا ما عدل حتى جعل الفيفا تعدل. نعم. من قوانين اللعب. نعم. أو توقيت المباراة حتى رغم ذلك المفروض احنا نمر إلى الدور الثاني، لأن فزنا بمبارتين وخسرنا مباراة واحدة. يعني القوانين تغيرت ما بتاع الفيفا. أنت ذكرت أن يعني هنالك نوع من أنواع الخوف من مواجهة لنقل فريق له صيت في كرة القدم، وأنت ذكرت أهمية وجود الروح الرياضية بين الفريق نفسه الفريق الجزائري، يعني هل كان لهذا تأثير وجود لاعبين آخرين أيضا معك؟ يعني كنتم كأسرة واحدة تلعبون هذه المباريات، هل هذا الشيء بالفعل موجود على أرض الواقع؟ دائما نسمع. نعم. عنه، لكن هل. نعم. هو موجود. نعم. على أرض الواقع في المباريات؟ والله شوف بكل صراحة ونقولها يعني بكل ارتياح،
يعني هذا المنتخب بسنوات الثمانينات أعطى الكثير للكرة الجزائرية. هذا المنتخب المفروض يبقى في الميوزي في المتحف، ما نتكلم عليه، لأن ما قدمه للكرة الجزائرية في سنوات الثمانينات ممتاز جدا، وبقيادة اللاعبين على المستوى العالي على المستوى الدولي كما ذكرتم، من فرقاني، من بلومي، عصاد، مرزقان، زيدان، حتى بن صحاولة، كل هذ اللاعبين أعطوا الكثير للمنتخب الوطني الجزائري. كنا قادرين نحقق إنجازات كثيرة كثيرة مع هذ اللاعبين كثيرة، ولكن الحمد لله حتى لو في سنة 90 يعني هذ اللاعبين كلهم تركوا المنتخب، ولكن بقيت الوحيد في المنتخب وفزنا بكأس إفريقيا لأول مرة في سنة 90 في الجزائر. والحمد لله، ونتمنى أن تتكرر هذه الإنجازات بالنسبة للفريق الجزائري يتعاطى لكنه يقوم من جديد. طيب إذا ما تحدثنا عن المونديال الأول الذي شاركت فيه في العام 82 في إسبانيا، والمونديال القادم هنا بعد أشهر في قطر، كيف يرى رابح ماجر تطور الكرة وكذلك مكاسب الكرة العربية في ظل تنظيمها في بلد عربي؟ قبل كل شيء أنا أسف جدا لأن ثلاث منتخبات يكونوا غائبين في هذا المونديال، مصر، الجزائر وإيطاليا، يعني هذا يكونوا غائبين، لهم نكهة أيضا في المونديال أكيد يكونوا غائبين في هذا المونديال، ولكن نتمنى إن شاء الله في السنوات المقبلة يكونوا حاضرين إن شاء الله. أربع منتخبات يكونوا في المونديال عربية إن شاء الله، نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في هذه البطولة، لراحة أنا متأكد 100% تكون ناجحة 100%، لأن كل إمكانيات موفرة في هذه البطولة، الملاعب، الطرق، الفنادق، المترو والتراموي، يعني كل المناصرين ينقلوا من ملعب إلى آخر بطريقة عادية، وما يكونش الازدحام كثير، ما يكونش، يعني هذا شيء جميل جدا. وبزيادة على كل شيء راح نعيش رياضة وسياحة، جميل جدا، يعني هذا اكتشاف كبير، نعم، هذا اكتشاف كبير لبعض البلدان اللي ما يعرفوش بلدان العرب وبلدان الخليج، راح يكتشفوا شيء جميل جدا إن شاء الله. شكرا إن شاء الله، نتمنى بالفعل أن يكون النجاح عربيا هذه المرة لفرقنا العربية. شكرا جزيلا على وجودك معنا في الجزيرة هذا الصباح رابح ماجر، شكرا لك طبعا، يعطيك صحة رابح.